بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من الشرف العظيم أن نكون هنا في هذا المقام المقدس، مقام سيدي ومولاي أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، لنلتقي على العلم والمعرفة ونباشر جلساتنا. وأنا هنا في الجلسة الأولى حقيقة أتشرف أن أدعو زملائي وأخواني المحاضرين في هذه الجلسة، والتي ستكون هذه الجلسة في ثلاثة أوراق بحثية. تتضمن هذه الأوراق البحثية أبحاثا في موضوع أساسي يعتبر من موضوعات الحداثة في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه الأبحاث الثلاثة: البحث الأول للأستاذة الدكتورة نعيمة حسن جبر، المقاربة بين قابليات تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومهارات اختصاصيي المعلومات في تقديم تحسين خدمات المعلومات. البحث الثاني الموسوم: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير خدمات المكتبات الأكاديمية نموذجاً. والبحث الثالث: أثر أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الفهرسة شات جي بي تي نموذجاً. هذه الأبحاث الثلاثة سيتفضل بطرحها أمامكم الأخوة والأخوات الأفاضل. تتفضل معي أستاذتي الدكتورة نعيمة حسن، ويتفضل الأستاذ الدكتور سيف الجابري، والأستاذ المساعد الأستاذ وليد علي البادي، كما يتفضل أدعو الأخ المدرس المساعد حسين محمد إبراهيم، والباحث علي خضير مهدي لاحتلاء المنصة. وشكرا جزيلا. أهلا دكتور سيف، يا حياكم الله. أبدأ بداية في التعريف بالباحثين لهذه الأوراق، وأبدأ بأستاذتي والتي لها الفضل علي في تدريسي في مرحلة الدكتوراه، وزميلتي لأكثر من 30 عاما في التدريس في الجامعة المستنصرية وفي جامعة السلطان قابوس، أختي وغاليتي حقيقة الأستاذة الدكتورة نعيمة حسن. بالنسبة لي معرفة، وهي أيضا معرفة أبنائها وبناتها الطالبات والطلبة، وأيضا معرفة من خلال مؤلفاتها وإشرافها على العديد من الرسائل والجامعية. الأستاذة الدكتورة نعيمة تخصصها في دراسات المعلومات، وتخصصها الدقيق في إدارة المعرفة وتطبيقات الإنترنت الحديثة في المعلومات. الأستاذة الدكتورة نعيمة عملت في العديد من الجامعات العربية والعراقية، فهي عملت في قسم دراسات المعلومات في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة السلطان قابوس من عام لغاية عام 2021 أو 22 دكتور. نعم. أيضا هي عملت كرئيسة قسم في جامعة السلطان قابوس في تلك الفترة كأستاذ مشارك، ومن ثم أستاذ. عملت أيضا في ليبيا في جامعة مصراتة أستاذا، وأيضا كانت رئيسة لقسم المكتبات والمعلومات في الجامعة المستنصرية من عام 1993 لحين مغادرتها العراق عام 1996. الأستاذة الدكتورة نعيمة حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة بيتسبرغ في قسم المكتبات والمعلومات الأمريكية في عام 1983، وحاصلة أيضا على شهادة الماجستير من جامعة أنديانا قسم المكتبات والمعلومات الأمريكية في عام 1981. حاصلة على شهادة الدبلوم العالي بعد البكالوريوس من جامعة بغداد دراسات العليا التي نظمتها منظمة اليونسكو عام 1972، وأيضا حاصلة على البكالوريوس في عام 1973. درست العديد من المقررات، فهي موسوعة مكتبية، لا أريد أن أطيل حقيقة، القائمة تطول مع الدكتورة نعيمة. وأشرفت على العديد من الرسائل للماجستير والدكتوراه
في العديد من الدول العربية، في ليبيا وفي سلطنة عمان لأكثر من 22 سنة، وفي الجامعة المستنصرية، وأنا أحد أتشرف أن أكون أحد تلاميذها في الدكتوراه في عام 92. ولذلك أقول أن الدكتورة نعيمة حقيقة هي غنية عن التعريف. قبل ما أبدأ بسماح للدكتورة بإلقاء البحث، إحنا عندنا ساعة واحدة وثلاثة أوراق عمل، فنقسم الوقت بين إخواني الباحثين أن يكون كل باحث يأخذ من الوقت ربع ساعة 15 دقيقة، وتبقى ربع ساعة للحوار والنقاش، يعني للجمهور الحاضر يمكن أن يطرحون ما يدخل في خلدهم من أسئلة واستفسارات مع الأخوة الباحثين. فأتمنى من زملائي الباحثين الالتزام بالوقت، وأنا سأضبط الوقت في ساعتي. أترك الحديث لكم مع زميلتي وأختي وأستاذتي الدكتورة نعيمة بعنوان ورقتها الموسوم: المقاربة بين قابليات تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومهارات اختصاص المعلومات في تقديم وتحسين خدمات المعلومات. تفضلي دكتورة. شكرا دكتور صباح. ما أعرف هذا الوقت محسوم من وقتي ولا لا؟ الآن من الآن أبدأ معك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، أول ما أبدأ للشكر لله سبحانه وتعالى وإلى العتبة العباسية المقدسة لهذا التجمع الرائع الذي كنت أحلم به وأنتظره بكل شوق. إنه يجمع ما بين شباب الحاضر وطموحه، وبين تأمل الشيوخ في هؤلاء الشباب في أن يكونوا أكثر مصداقية للمهنة. الذكاء الاصطناعي، لو سألتكم سؤال كما سألت نفسي قبل أن أكتب هذه الورقة: كيف تصفون علاقتكم الحميمية بينكم وبين الذكاء الاصطناعي؟ كيف تصفون هذه العلاقة؟ هكذا سألت تشات جي بي تي: كيف تصف علاقتك بالذكاء الاصطناعي وهو الابن المدلل الروبوت للذكاء الاصطناعي؟ وبدأت أتحاور معه قبل أن أتحاور مع المصادر لكي أصل إلى هذه الورقة التي أكتبها لكم، وهي ورقة مهنية أكثر مما تكون بحثاً علمياً كما كنت أعتاد أن أبحث فيه. خدمات المعلومات ركائز أنتم تعرفونها، علي أن أحددها لا لأعلمكم بها ولكن لكي أبدأ الورقة. ثم بعد ذلك كان الاستفسار: يا أيها الذكاء الاصطناعي، ما هي قابلياتك التي تختلف عن البشر وعن المهنيين اختصاصي المكتبات والمعلومات؟ ثم أنتم أيها المهنيون، ما هي مهاراتكم؟ هل تم إعدادكم بشكل فعلا يتناسب مع هذه القابليات التي أصبحت قابليات خرافية؟ أم أننا لازلنا نحتاج إلى بعض من هذا الإعداد أو بعض من هذا التكامل لغرض الإعداد؟ ومن خلال المقاربة سوف أحاول معكم قدر الإمكان أن نصل إلى بعض، لا أسميها توصيات لأن زمن التوصيات بالنسبة لي انتهى، وإنما أقول إنها نوع من التأملات ونوع من المقترحات التي نأمل في يوم ما أن فعلاً تروي هذا الغليل الذي في داخلنا. وأنا الآن مع أحفادي وليس مع أبنائي في مجال المهنة. لابد أنه لكل ورقة بحثية أن يكون هنالك سبب. لماذا هذه الورقة وأين تكمن المشكلة؟ من خلال الحوار والحديث والتجربة والتعليم وكل شيء، وجدت أنه هنالك ثلاثة أركان هي التي تحوم في كل الأبحاث العلمية المهنية، وخصوصاً ما يتعلق بمهنة المكتبات والمعلومات ومهنة الطب ومهنة التمريض. المهنة ذاتها بما فيها من تطورات، التقنية وما تضيفه إلى هذه المهنة إما أن ترتقي به أو أحياناً قد تخلفه. ثم المستفيد من هذه المهنة كالمريض وكأخصائي المعلومات وغيرهم. والذي وجدته الآن أنه لو تلاحظون أنه تخوف لدى المهنيين بالذات، وهذا التخوف هو أنه قد يكون الذكاء الاصطناعي في يوم ما بديلاً عنا. تخيلوا آلة صغيرة برمجت من قبل بشر، لهم هواية البرمجة والحديث مع الآلة،
نخاف أن تأتي يوما وتأخذ مكاننا. فأمامنا خيارين، يا أما أن نتأهل ونقف أمامها، يا أما أن نهرب ونخاف منها. والخيار متروك لنا، لكم أنتم، فهل تهربون أم تؤاخوها وتحاولوا أن تستنطقوها وتحاولوا أن تماما تسخروها لعملكم؟ هذا التخوف ليس جديد، التخوف منذ العام 1981 عندما دخلت الحاسبات والبرمجة في بناء قواعد البيانات في المكتبات، فكان هنالك تهديد إنه لا نريد أخصائي الحاسبات أن يدخل المكتبات، والمكتبات هي خير مختبر للحاسبات، لأنه كيف أطبق قاعدة بيانات إن لم تكن لدي بيانات، وخير مختبر المكتبات. فكان الخوف إنه لو دخل أصحاب الحاسبات سيكون لديهم مخصصات مهنية لأنهم حاسبات، وسوف يتفوقون لأنهم قادرين على إدارة الآلة ونحن نخدمهم، علينا أن نوفر لهم هذه المعلومات. كانت هنالك صرخة كبيرة، أتعرفون من رد عليهم بهذه الصرخة؟ رد عليهم علماء النفس، قالوا آنذاك مع الأسف أخصائي المكتبات والمعلومات سجينين في غرف الفهرسة والتصنيف، وهم لا يدركون عملهم في كيف يفهرسون ويصنفون المعرفة، بحيث يأتي الطبيب ويأتي المهندس بكل بساطة آنذاك ليفتح الفهرس ويقدر يستطيع الوصول إلى أي كتاب على الرفوف. فإذا لماذا نخاف؟ إذا كنا نحن السجينين، لماذا لا نخرج من سجننا؟ لماذا؟ وعندئذ بدأت الصيحة. ولكن مع الأسف في كثير يحصل أخطاء، كما تحصل الأخطاء لدينا، هذه الأخطاء التي تحصل هو أننا بدأنا نبدل مسميات أقسامنا، وكأنها الخطوة الأولى للتغيير، وكأنها الخطوة الأولى لتطفي الخوف لدينا. فبدلا من المكتبات، وكأننا صرنا نستعير من كلمة المكتبات، وبدلا من المكتبيين صرنا نسمي أنفسنا المعلومات ودراسات المعلومات ودراسات المعرفة، أي من التخصصات سامحوني لأنني صريحة في طرحي. ولكن ما هي الجرعة المعرفية التي تغيرت؟ أنا أتحدث معكم وأنا كنت طالبة في ثالث جامعة عالمية في مجال التخصص. ماذا حصل؟ الذي حصل خطبة أخرى خلقت مشكلة أخرى، وهذه الخطبة الأخرى هي أنه تبدل المنهج ودخل مفهوم قواعد البيانات، ودخل مفهوم نظم المعلومات، ودخل مفهوم التحليل، ودخلت أشياء كثيرة، مسميات كثيرة للبرنامج، وذهبوا أخصائي المكتبات من الأساتذة لكي يتعلمون ما هي قاعدة البيانات، وأنا منهم، ما هو نظام المعلومات، وجئنا ندرس كما تعلمنا. نحن تعلمنا تطبيق ولم نتعلم مفاهيم، يعني أنا درست الإحصاء لكن لا يمكن أن أحل محل الاختصاص الإحصائي اللي درس سنوات وتغلغل في الإحصاء. هل يمكن أنا أعرف مبادئ الإحصاء وأجي أقول أنا بديل عنه؟ هل يمكن لو تعلمت قواعد البيانات وبرمجتها وكذا أقول أنا بديل عن هندسة الشبكات حالياً، أو هندسة المعلومات، أو نظم أو قواعد البيانات؟ كرامتي ما تسمح لي أنه أقول لا، أقول إيه. فأحاول قدر الإمكان أن أبني جيل بناء على هذه المعرفة الضيقة اللي أنا تعلمتها ولست الاختصاصية فيها. هذا الكلام ليس فقط هنا، ليس في وطننا العربي، صدقوني هذا الكلام بدأ وكنا طلبة في أمريكا. فكانت المطالبة إنه كنا نذهب إلى أستاذ يشارك في الإشراف، يكون إحصائي أو يكون من علوم نظم المعلومات، وبالتالي نكون كارثة عليه، لأننا ندخل بثقافة وليست بمعرفة، وهو لديه المعرفة وليس الثقافة، فيبدأ هذا النوع من التصادم. ولكن تعتمد على درجة معرفتنا ودرجة اهتمامنا، فصرنا مع ذلك. أما المستفيد، أنا لا أتحدث عن المستفيد في زماني، أنا أتحدث عن المستفيد في هذا الزمان.
أطفال في عمر السنة الثالثة والسنة الرابعة، وإذا وصلوا للثامنة والتاسعة فنقول هؤلاء شياطين الحاسوب. لماذا؟ لأنه أحياناً وحفيدتي عندما أريد أن أطلع على شيء تقول لي you are slow، أنت بطيئة. والله حقك أنا أصبحت ديناصور يعني في نظرك بعد ما أنا كنت أصور نفسي خبيرة. وهذا الكلام يذكرني في بول وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر SLA كان في الافتتاحية كان يقول أنه جاءتني حفيدتي وقالت جدو لماذا لا يكون عندك منصة في الفيسبوك؟ فقلت لها لا 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 لا، أنا وزير ويجب أن أجيب على كل شخص يسألني ولا أستطيع أن أخفي معلومات، فأنت تضعيني في موقف حرج، الوقت ليس لي. قالت له بس أنا عملت لك منصة باسمك وعندك 400 متابع وهي عمرها 8 سنوات. هذا الكلام متى كان؟ كان في 1997-98. تخيلوا الزمن الآن وزمن الذكاء الاصطناعي. عندما سألت كيف تصفون علاقتكم بالذكاء الاصطناعي، سامحوني رجالا ونساء، عندما نصحى لا نقول صباح الخير إلى شريك أو شريكة حياتنا، ولكن نقول صباح الخير إلى الواتساب وإلى الإنستغرام وإلى الفيسبوك وإلى أشياء كثيرة. هذه هي ملقنات الذكاء الاصطناعي. كل كلمة تدخل وكل رسالة ترسل، إنما أنا أرسلها لمن؟ أرسلها إلى قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي. من هو شاطر في البث الانتقائي للمعلومات؟ ليس المهنيين. الآن كلكم لو فتحتوا الإنستغرام أو الفيسبوك ماذا ستجدون؟ ستجدون كل واحد منكم قد اهتم به الذكاء الاصطناعي ويعطيه تماماً ما يتلائم مع اهتماماته. فالذي يرغب في الطبخ يعطيه كل الطبخات، والذي يرغب في الشوبينج يعطيه أهم الأسواق المنتجة، والذي يهتم في الطب يعطيه الطب. ها كيف يدرك أنني أهتم في هذا؟ لأنه بمجرد أن تفتح مرة مرتين هذه المواقع وتهتم بها وتصرف ثواني فيها يدرك أنك مهتم بها، فلا يحتاج أن يعمل لك بروفايل لأن أنت عملت البروفايل بنفسك. هذا هو الذكاء الاصطناعي، فلدينا علاقة حميمة مع الذكاء الاصطناعي. فإذا هذا الذكاء الاصطناعي لكي لا أجعله بديلا، لأن المستفيد يستهويه ويستجيبه. عفوا، وحدة زميلاتي وأنا أكلمها كان أحد الزملاء يناقش يقول أنه يتوجهون الآن ما يثقون بالمعلومات أو الإجابات اللي إحنا نجاوبهم للمستفيدين، لأن لديهم الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي الآن بالموبايل. وأنا أقول له حق، أنا الآن لا أستاذة ولا طالبة، أنا مستفيدة، وعندما أسافر لا أحتاج مرشد سياحي معايا، بس مجرد أكتب له أعطيني معلومات عن هذا الموقع وتاريخه وكذا، يعطيني معلومات لا يمكن لأي مرشد سياحي أن يعطيني إياها. وعندما أجد، لا يا دكتور شوية زيد، خليني، خوفني الدكتور. أقصى ما يكون في الجلسات هي دكتورة نعيمة في الوقت، لازم ما أزدوري معها. فالذي يحصل، أنا ترى لم أكن ملتزمة بهذا كله، بس التزمين مع الباحثين. فالذي يحصل، ملتزمة دكتور، الذي يحصل أنه أنا قلت لماذا أوزع استبيان وأعمل مقابلة إذا كنا إحنا اللي نغذي الذكاء الاصطناعي، وإذا كان الذكاء الاصطناعي يقتنص كل ما ينشر بما في ذلك جوجل سكولر والجوجل والتويتر وكل شيء، إذا هو يقتنص البحث المنشور وغير المنشور، يخترق الأبواب ويأخذ حتى اللمسات والأصوات. ولو دخلتم إلى بوابة المطار مجرد أنه الكاميرا تأخذ فحص لعيونكم خلاص انتهى، انتوا تعرفتوا بالمطار، دخلتوا متى دخلتوا وين راح تروحون ولأي جهة تروحون وبأي طائرة تصعدون وبأي وقت وكل شيء. فإذا هو الآن يصبح يعرف كل شيء. فدعوني أتحاور مع تشات جي بي، ودخلت معه في كل نقاش
وسألته ما هي التطبيقات والخدمات اللي يمكن أن تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي. قال أكيد أنا أستطيع أن أستكشف ما يحتاجه المستفيد، وأستطيع أن أحلل حاجاته، وأستطيع أن أتنبأ بتلك الحاجات وأعطيهم الجواب. أي منكم لو يعمل في مكتبة يستطيع أن يعطيه جواب؟ لا يمكن أن يعطيه جواب. لماذا؟ يعطيه مصادر، لكن هل يثق في هذا الجواب؟ ماذا يذكرني هذا؟ كنت أعمل، خليني أمشي يا دكتور حتى بعدها أرجع. كنت أعمل في الاستعلامات في مكتبة اسمها مكتبة الهلمان أو مكتبة المليون كتاب، وجاءت سيدة تسألني، لأن الاستعلامات هي بوابة الخدمات للمكتبة، فيها مليون ولا فيها كتاب؟ ضخامتها وعلميتها تبدو من الاستعلامات، احنا هذا ما ناخذه بالاعتبار. فسألتني، هي مكتبة عامة، قالت إن ابني لا يرغب بأكل البيض المسلوق إلا مع القشر، ماذا أعمل؟ أنا كنت لسه يعني في بداية خدمتي، كيف أجيبها؟ لا أنا طبيب ولا أنا مهني ولا عندي من المصادر حولي لكي أجيب. السوبرفايزر شافتني وهي كانت يعني تنتظر إنه كيف أجيب، فسألتني، قالت لي مطلوبة على التليفون، لو سمحتي اجلسي دقيقة لحين ما تأتيك بالإجابة. ما ردت تحرجني، فإجتني قالت لي أنت عندك جواب؟ قلت لها لا. في فكرك مصدر؟ قلت لا. قالت لي إذن لماذا استوقفتي؟ شوفي لك أي سبب، خليها تنتظر. فراحت خبرتها أن تنتظر لدقائق، قالت لي اتصلي في المستشفى واسألي ممرضة هي التي تجيب ولست أنت. هذه هي الخدمة المرجعية. قبل ما أجيكم بيومين سألت تشات جي بي تي نفس السؤال وخبرته، قلت له ماذا تعرفون ماذا حصل لتشات جي بي تي؟ كتب لي تشات جي بي تي إنه كيف صلبة وكيف تؤكل وكيف كذا. لخبطتني دكتور صباح بالأربع دقائق مالتك. دكتور حديثك ما يعني أتاني، أنا ما أريد أتحدث لبحث حقيقة يعني. بس يعني الوقت أعطاني إجابة رائعة، إجابة طبيب وإجابة ممرض وإجابة صيدلي وإجابة معلوماتي في خلال 4 ثواني. فإذا أليس هو جدير بهذه الخدمة؟ لو تلاحظون حتى لا أطيل عليكم، والله لا واضحة؟ لا لو تلاحظون هنالك نموذج عالمي، هذا النموذج العالمي قال الذكاء الاصطناعي طالما هو يستشعر وطالما هو يحلل ماذا يصل؟ يصل أن يعطي معلومة كفيلة بأن يتخذ على أساسها قرار، يعطي معلومة رائعة جدا على أساسها تحل مشكلة، يعطي كذا. إذن هذه هي خدمات المراجع. طيب إحنا وين؟ أريد أعمل مقاربة بين هذه التطبيقات الرائعة وبيننا إحنا كمهنيين حتى أعرف كيف نعد المهنيين يكونوا يقابلون هذه المقابلة. فقال المطابقة والإعداد هو في التحدي ومستوى الحراجة في هذا الموقف. لماذا التحدي ومستوى الحراجة؟ لأنه حتى تعمل نظام، يعني بكرة العتبة العباسية المقدسة، المكتبة المركزية في الجامعة، في أي مكان، حتى يكون عندها نظام ذكاء اصطناعي رائع، ماذا عليها؟ عليها أن تغذي الذكاء الاصطناعي بالبيانات والمعرفة المحلية، لأنه هذا هو الشيء الجديد الذي يمكن أن يضاف إلى قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي، وإلا الذكاء الاصطناعي قاعدة معروفة. ثم أين يكمن التحدي؟ يكمن التحدي في الإشراف على كيفية استخدام قاعدة البيانات المحلية. هل أي واحد منكم لديه من الخبرة الكافية أن يكون مشرفاً على الاستعلامات ويهدد تشات جي بي تي؟ يقول له أنا من
يقول لي أنا من تحدياتي أنه عندي البرامج اللي أقدر أصحح بيها ذاتي وأقدر أنمي بيها ذاتي وأتحداك إذا تسبقني، لكن اشرف علي وقفني وقفني، لأن إذا ما توقفني راح أتجاوز. فإذا إحنا نرجع مرة ثانية، والأخوان رؤساء الأقسام موجودين، اهتموا اهتموا بالتأهيل، اهتموا بما يسمى بالتباين. إذا احتجتم من نظم المعلومات هاتوا شخص من نظم المعلومات وتبادلوا، سيطروا، تبادلوا، ابعثوا شخص منكم موثوق في معرفته ليذهب إلى تلك الأقسام وهاتوا بها، لأنه أهم ما يمكن هو فريق العمل في هذا النظام. فإن لم يكن فريق العمل تقني ومهني لن ينجح النظام أبداً. صدقوني، درست نظم المعلومات 30 سنة وقواعد البيانات والتحليل الإحصائي، لكن أرجع أقول إنني لست كما هم يفكرون، لأن هم امتهنوا هذه المهنة. قبل أن أخرج، والله هذا لكم دكتور صباح وليس لي، طلبت من الذكاء الاصطناعي، قلت له حتى أشكر العتبة العباسية المقدسة وأشكر الأخ حسنين وأشكر اللجنة في المؤتمر، قلت تساعدني أنا، عندنا هم عندهم مؤتمر، وهذا المؤتمر خلينا أربيكم السؤال، وهذا المؤتمر أريد تقرير ختامي، هذا التقرير الختامي للمؤتمر الذي ينعقد من الفترة كذا إلى الفترة كذا، وهذا هو الثيم مالته الأساسي، وأريدك تشتركت بي بالتعاون مع جامعة المستنصرية وجامعة البصرة وجامعة الموصل، وأيضا يعني أريدك تنطيني توصيات حلوة. 17 ثانية بالضبط وكتبت له، قلت له أريده باللغتين الإنجليزية والعربية، في 17 ثانية أعد للتقرير الختامي. أنا لو أعطيته معلومات دقيقة حيعطيني دقيق، ولو أعطيته معلومات خطأ حيعطيني خطأ، يعني لو أكتب له التاريخ خطأ يعطيني خطأ. يمكن أنا أحياناً أخطاء في السؤال مالتي، لو أرجع وقت بعدين راح يزعل الدكتور صباح يقول استغلتني، فأنا كان عندي أخطاء إملائية، بس هو فهمها، أدركها، فهمها، فأعطاني التقرير الختامي وتنظيم التقرير الختامي، وأعطاني التوصيات اللي هي تعزيز الرقمنة وتطوير المهارات والابتكار في الخدمات والتعاون الدولي والإقليمي والحفاظ على التراث المعرفي، ثم أعطاني خلاصة. فإذا أنا أعطيت المحور وأعطاني إجابة ولا لا؟ هذه هي خدمات المعلومات، وأتمنى أن تكونوا من أروع الاختصاصين في خدمات المعلومات، فقط تعايشوا مع الواقع، واعتذر لك ولكل الباحثين. قد شكرا 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 دكتورة، حقيقة يعني ورقة قيمة ومفيدة، ووضحت لنا الجدلية التي تربط بين مفهوم الذكاء الاصطناعي كتطبيق حديث، وهو ليس حديث، الذكاء الاصطناعي عرف من التسعينات القرن الماضي ودخل في مجال تخصصات متعددة، واليوم الذكاء الاصطناعي تغلغل بين صفوفنا كمواطنين وكناس يعني كمستفيدين، لم يكن مع المتخصصين. كان الذكاء الاصطناعي مثلا في مجال الطب، في مجال العلوم العسكرية، في مجال السياحة إلى آخره، لكن اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح في مجالاتنا الحياتية بشكل عام، وخلال من خلال تطبيقاته المتعددة. حتى نستفيد من الوقت، نبدأ بالورقة الثانية والتي عنوانها الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير خدمات المكتبات الأكاديمية نموذجا. يشترك في هذه الورقة كل من الأستاذ الدكتور سيف عبد الله بن حمود الجابري والأخ الأستاذ المدرس المساعد وليد بن علي البادي. الدكتور سيف تعرضنا عليه أكثر من مرة، بالأمس في الورشة واليوم في كلمته، هو دكتوراه في العلوم الاقتصادية إدارة مؤسسات المعلومات والتوثيق من موسكو جمهورية روسيا الاتحادية عام 2004، ماجستير في علم المعلومات جامعة كارولونيا الشمالية من درم الولايات المتحدة الأمريكية عام 97، ماجستير في علم المكتبات جامعة كارولونيا الشمالية، أيضا بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة السلطان قابوس في مسقط. له العديد من المهام والوظائف التي آخرها هو مدير مكتبة نظم مركز نظم المعلومات في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس. الأستاذ الدكتور سيف
يجيد 3 لغات، اللغة العربية والإنجليزية والروسية، له خبرات متعددة في مجالات إدارة الأقسام العلمية، مسؤول في التنمية المجموعات، رئيس قسم الدوريات العلمية، رئيس قسم الوسائل السمعية والبصرية بجامعة السلطان قابوس، له من الخبرات الأكاديمية في التدريس في الجامعة، عقد العديد من الدورات التدريبية في مجال الإبداع والتفكير الابتكاري، في برامج تنمية مهارات التدريسيين في استخدام الويب سي تي، أيضا له إصدارات ومشاركات عديدة في المؤتمرات العلمية. أيضا بالمناسبة هو خبير الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الفرعية لشرق آسيا وإفريقيا. الأخ الأستاذ وليد البادي حاصل على شهادة الماجستير من قسم دراسات المعلومات في جامعة السلطان قابوس عام 2015، وهو مشارك دائم في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، عضو في الاتحاد الدولي لمؤسسات المكتبات وجمعياتها، عضو اللجنة الدائمة في اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعضو لجنة خدمات المكتبات والمعلومات. يتفضل الأخوين الأستاذ الدكتور سيف والأخ وليد في عرض ورقتهما بالوقت المحدود إن شاء الله تعالى. شكرا دكتور صباح. شكرا. نحن وضعنا صعب بعد الدكتورة نعيمة، يعني أستاذتنا. لا لا، لك ما لك ما لها، لك ما لها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الدكتورة مهدت لورقتنا جزاها الله خير عن الذكاء الصناعي والذكاء الاصطناعي و يعني دوره في حياتنا الآن، حيث لا نكاد يعني نستغني عنه في أي شيء، حتى في ليس في أعمالنا فقط، بل حتى في أمورنا الحياتية الأخرى، لأن أصبح هذا نعتمد عليه وهذا يعتمد على الذكاء الاصطناعي. فإلى أين ذاهبين؟ الله أعلم بمسيرة الحياة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني نستخدمه لما يحبه ويرضاه. عنوان ورقتنا: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير خدمات المكتبات الأكاديمية نموذجا. هذه الورقة أعددتها بالتعاون مع زميلي وصديقي وأخي الأستاذ وليد. طبعا الذكاء الاصطناعي يعني له عدة تقنيات وعدة برامج، واستخداماتها في المكتبات بدأت تظهر منذ حقيقة منذ اعتماد أنظمة وبرامج المكتبات على الآلة وعلى التقنيات. فمنذ ظهور الفهرس الآلي في المكتبات بدأنا نستخدم بدائيات الذكاء الآلي، ومع التطور أصبح أمين المكتبة يعني ليس فقط يعني لزاما عليه أن يستخدم هذه التقنيات، بل أصبح إلزاما عليه، لأنه إذا لاحظنا في السنوات الأخيرة أنظمة إدارة المكتبات تعتمد من الألف إلى الياء، تعتمد عليه المكتبة من الألف إلى الياء، بداية من مطالعة القوائم من الناشرين وانتهاء بتقديم الخدمة إلى المستفيد. وبرامج المكتبات أصبحت تتطور وتتحول بشكل سريع ومضطرد من التقنية البدائية إلى التقنية المتطورة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخدمت قبله الويب بجميع أشكالها وتطبيقاتها. الذكاء الاصطناعي أيضا أصبح يساعدنا في كثير من مهامنا اليومية كأمناء مكتبات، بداية من اقتراح المصادر وانتهاء كما ذكر الدكتورة معرفة حاجة المستفيد،
يعني الحين حتى برامج المكتبات طورت لتتنافس مع السيرش انجن او مع آلات البحث في الانترنت، لأصبحت تستشرف حاجة المستفيد. فعندما أدخل أنا كمستفيد بتعريفي في المؤسسة التي أعمل بها، يعرف الجهاز أن دخل سيف الجابري، وسيف الجابري هذه اهتماماته، وأول ما أدعس زر البحث يقترح لي بعض العناوين التي من اهتماماتي، وبعد ذلك يبدأ يستجيب لي في الأشياء الأخرى التي قد تكون جديدة. لذلك استخدام الذكاء الاصطناعي كما ذكرت أصبح ليس اختيارا لنا في المكتبات، وليس ترفا فيها، بل أصبح ضرورة لابد أن يعني نتقنها كأمناء مكتبات. وبالأمس كنت أتناقش مع أحد الأساتذة عن تكوين أمناء المكتبات، فقلت له بالضرورة أنه في أقسام المكتبات يجب أن نعد أمين المكتبة، ليس من خلال أننا نحن كأساتذة نتعلم الذكاء الاصطناعي، بل من خلال متخصصين، حتى يصبح أمين المكتب هذا يعني إلى جانب إتقانه أساسيات علوم المكتبات أيضا متقنا لأساسيات استخدام التقنية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى يكون يعني قادرا على استخدامها وإرشاد المستخدم في المكتبات إلى استخدامها بالطريقة الصحيحة، وحتى لا نحتاج إلى المتخصصين من تخصصات أخرى، من تخصصات التي نراها منافسة لنا في المكتبات، أن يأتوا ويقوموا بالجزء الأكبر من أعمالنا في المكتبات. فهذا ضرورة لابد أن ننتبه لها في 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 أقسام المكتبات. أنا طبعا مشكلة الدراسة هي الاستشراف المستقبلي للذكاء الاصطناعي واستخداماته. إلى أين يأخذنا كمكتبات؟ كيف يجب علينا أن نستفيد الاستفادة القصوى، حتى لا ينصرف المستخدمين كما حدث عندما بدأ جوجل وبدأ يعني النشر الإلكتروني، إنه خلاص المكتبات انقرضت وتحول المستفيدون إلى جوجل. مع التقنيات التي تعرضها شبكة المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن تبقى المكتبات ومصادر المكتبات المصدر الموثوق، خاصة لمؤسساتنا العلمية والبحثية، ولابد يعني ولابد لنا أن 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 يعني نضع هذا نصب عيننا عندما نستخدم الذكاء الاصطناعي، وعندما نوجه الخدمات أيضا للمستفيدين الذين يستفيدون من خدماتنا. أهداف الدراسة كما تروها أنا ما أريد أطول فيها كثير، نبغى ندخل إلى صلب الموضوع. طبعا الدراسة وصفية واستشرافية، لذلك اعتمدت على دراسة الأدب المنشور وعلى بعض التطبيقات الموجودة في المكتبات الأكاديمية. أترك المجال الحين لأخي وزميلي الأستاذ وليد ليكمل العرض. السلام عليكم. صباح الخير جميعا، اهلا وسهلا مره اخرى. شكرا دكتور سيف، شكرا دكتور صباح على التقديم. حقيقه في هذه الدراسه نحن حاولنا ان نعمل المهمه المستحيله، وهي ان نجمع بشكل كبير اهم التطبيقات المستخدمه في مجال المكتبات الاكاديميه، واللي يمكن على انه تزيد من جوده الخدمات وتقلل من الوقت والجهد المبذول مقابل امناء المكتبات. طبعا انا راح اتكلم طيب انا راح اتكلم في نقطتين اساسيات. النقطه الاولى هي يعني اهم التطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدم في مجال المكتبات، وطبعا يعني لما نتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتكلم عن تطبيقات ناشئه، وهي من الصعوبه
بمكان أنه نقوم بحصر هذه التطبيقات، ولكن حصرنا بعض التطبيقات المهمة وراح نتكلم عنها أهم تعريفها وأهم استخداماتها في مجال المكتبات. مثل ما تلاحظوا على أنه بعض هذه التطبيقات طبعا ما راح نتطرق لها، احنا في بحثنا ذكرناها بالتفصيل، لكن أنا راح أذكر 3 أو 4 من هذه التطبيقات أو التقنيات الناشئة. راح أتطرق لموضوع الواقع المعزز. طبعا الواقع المعزز هو يعني إضافة نوعية للمكتبات. طيب طبعا الواقع المعزز هو يعني إضافة نوعية للمكتبات، وخاصة المكتبات الأكاديمية، يستخدم بشكل كبير في موضوع التدريب، وهو تمازج ما بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. يستخدم بشكل كبير في بعض المكتبات أو المكتبات الخاصة بكليات الطب والهندسة وغيرها من المجالات العلمية. طبعا أيضا من ضمن الأشياء اللي يحتاج نركز عليها على أنه هذا النوع من التقنيات يحتاج إلى بنية تحتية وموارد، وأيضا إلى تدريب العاملين فيها. وبعض الأمثلة على استخدام الواقع المعزز هي الخريطة التفاعلية للمكتبة، وأيضا تصميم مناهج أو برامج للطلاب في المجالات العلمية. أيضا نتطرق لموضوع روبوتات المكتبات. بعض الروبوتات أصبحت منتشرة خاصة في المنطقة العربية، تقوم باستقبال الزوار، تقديم خدمات البحث، حتى إرشادهم لمكان الكتب أو الأجزاء من المكتبة، سواء كان في طوابق مختلفة أو حتى في نفس الطابق. أيضا تقوم بتخفيف العبء على الموظفين، وتقوم بعمليات الفهرسة والتصنيف في بعض الأماكن. أيضا نتكلم عن موضوع روبوتات المحادثة. طبعا روبوتات المحادثة هذه يعني هي برامج حاسوبية مصممة لمحاكاة لتصميم المحاكاة مع العنصر البشري، وتقوم باستخدام اللغة الطبيعية. يمكن نعتبر هذه الروبوتات هي باعتبار أمين المكتبة الافتراضي. أيضا تقوم بتعليم اللغات الأجنبية وحتى قصص للأطفال. أيضا ممكن بالنسبة لهذا الموضوع نتكلم على أنه الجيل الشباب أو الجيل القادم دائما ما يفضل التعامل مع هذا النوع من التقنيات، لأنهم يعتقدوا على أنه طريقة البحث التقليدية وغيرها يعني رجوع للوراء. هم دائما يحبون هم يستخدموا أهم التقنيات في مجال التقنيات المعلومات. أيضا إنترنت الأشياء، موضوع الإنارة الذكية، الطاقة الذكية، الاستشعار الذكي للحرائق، تحكم في رفوف المكتبة، أيضا هذه من ضمن التطبيقات التي تستخدم لموضوع إنترنت الأشياء. نركز أيضا في جانب البنية التحتية والموارد المالية وتدريب الموظفين اللازم لاستخدام هذا النوع من التطبيقات. أخيرا موضوع الحوسبة السحابية اللي خلصتنا بشكل كبير من موضوع الزحام في المكتبة، من موضوع توفر الخوادم، موضوع التحديث والإصابات التقنية والفيروسات اللي ممكن نتعرض لها. طبعا هذا باختصار أهم الأشياء اللي راح اتطرق لها في العرض، لكنه اللي يحب الاستزادة ممكن على أنه يرجع لموضوع البحث الموجود معكم. طبعا النقطة قبل الأخيرة هي موضوع التجارب. موضوع التجارب نحن استعرضنا عدد كبير من التحديات تتلخص في موضوع البنية التحتية والإدارات العليا وتدريب الموظفين. النقطة الأخيرة في موضوع التجارب أنه أنا فعلا صدمت بكمية البحوث الكبيرة في موضوع استخدام التقنيات الناشئة في مجال المكتبات. يعني كنت أبحث عن عمان بعض البحوث، وجدت يمكن في قاعدة واحدة في سنتين أكثر من 25 بحث، وهذا عدد كبير جدا. يعني بحكم أننا نعرف البحوث المنشورة في عمان، يعني 25 بحث في مجال واحد، يعني أعتقد أنه عدد كبير من الشباب في الفترة الماضية اتجهوا بشكل كبير للبحث في موضوع التقنيات الناشئة، استخدامها في المكتبات، التحديات والإيجابيات من ذلك. أخيرا نتكلم عن موضوع الإيجابيات. طبعا الإيجابيات والتحديات هذا يعني واضح للجميع، يعني موضوع تقديم الخدمات، التسهيل، اليسر، عدم الارتباط بمكان أو زمان، الجودة العالية. بعض الأوقات بعض التحديات تتمثل أيضا في مقاومة التغيير، موضوع الخصوصية، موضوع تأهيل العناصر البشرية، أيضا التحكم في البيانات، الخوف من إقصاء العنصر البشري، وضرورة توفير بنية تحتية يعني قادرة على أن تتحمل هذا النوع من التقنيات. أيضا الأجهزة تتطلب قدر كبير من التحديث المستمر، وأيضا يتطلب منا أن نكون متابعين، لأن موضوع التقنيات الناشئة تتطور بشكل كبير، فموضوع الانخراط في هذا المجال يتطلب علينا على أن نكون على هبة الاستعداد للتغيير المستمر نحو الأحدث في مجال تقنيات
المعلومات، أيضا تستهلك قدر كبير أو القدر الأكبر من ميزانية المؤسسات. أخيرا يعني ما ينبغي الانتباه له على أن هذه التقنيات بدأت تتوفر بشكل كبير، بدأت في تجارب كثيرة، بدأت في شركات متعددة في من مختلف الدول توفر هذه التطبيقات وهذه التقنيات. هذا ساهم على أنه المكتبات سواء كان ميزانية كبيرة أو ميزانية متواضعة على أنه فعلا تلتحق بركب المكتبات المستخدمة للتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهذه طبعا أهم نقاط الخلاصة. ما راح أطول عليكم، أشكركم على حسن الاستماع وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لزميلين الدكتور سيف والأخ الأستاذ وليد على التزامهم بالوقت حقيقة وما قدموه من ورقة قيمة في هذا المجال. قبل ما أبدأ بالورقة الثالثة أود أن أنوه أنه موضوع الذكاء الاصطناعي الذي لديه العديد من الإيجابيات والفوائد التي نتحدث عنها اليوم ونتباهى بها اليوم، لا ننسى أنه فيها كثير من السلبيات والمخاطر، لأنه من خلال الذكاء الاصطناعي هناك كثير من عمليات التجسس والابتزاز والانتحال التي تحصل من خلال هذه التقنية، فهي تقنية ذات وجهين، هذا خليها البالنا، وعلينا أن نحذر من هذه التقنية أنه في التعامل معها. هذا فقط للتنبيه يعني، لأنه كثير من الأحداث. فقط أقول أنه الذكاء الاصطناعي اليوم باستطاعتك أنت كباحث أن تنجز بحث علمي دون أن تتحرك أمولة واحدة، وبالتالي ينجزك البحث مع المصادر وبالأسلوب التي تراه أنت، ويقدم لك البحث، ويمكن أن تكون ورقة بحثية تقدمها للأغراض الترقية ولأغراض. فبهكذا إمكانيات موجودة في موضوع الذكاء الاصطناعي. الآن الورقة الثالثة يتفضل بها الباحث مدرس مساعد حسين محمد إبراهيم والباحث علي خضير مهدي، يقدمها المدرس حسين محمد إبراهيم. الأخ الأستاذ حسين أحمد هو حامل شهادة ماجستير ويتمتع بخبرة مهنية كافية كمفهرس، يتميز بمهارات تحليلية قوية وقدرة على تنظيم البيانات والمعلومات بكفاءة عالية، ساهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول الحر إلى المواد من خلال العمل على مشاريع عديدة في مجال الفهرسة. حضر العديد من المؤتمرات العلمية أيضا ونظم وحاضر في العديد من الدورات التدريبية، منها دورات في مجال الضبط الاستنادي بالفهرس، ودورات أيضا في له مساهمات عربية في دعم الجهود الوصول الحر للمعلومات من خلال مركز الفهرسة ونظم المعلومات، أيضا في مجال اللواصق التاريخية الحديثة المستخدمة في علم المخطوطات في جامعة الكفيل. هذه كلها خبرات متراكمة لزميلنا وأخونا الأخ حسين، يتفضل بورقته مشكورا ضمن الوقت حتى نترك المجال للمناقشة. شكرا لك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور الكريم، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل ما أبدي دكتور سيف ودكتور نعيم ما خلت النشيعة الذكاء الاصطناعي كله سولفوا. عنوان بحثي أثر أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الفهرسة. أخذت أحدى أدوات الذكاء الاصطناعي هي تشات جي بي تي، فأنا ما راح أتكلم على الذكاء الاصطناعي، راح أدخل مباشرة بالبحث. لمحة تاريخية عن أدوات عن الذكاء الاصطناعي. في عام 1956 اقترح العالم جون مصطلح الذكاء الاصطناعي لوصف الحاسبات الآلية ذات القدرة على أداء وظائف العقل البشري. في عام 1959 أنشئ أول معمل أبحاث للذكاء الاصطناعي. في عام 1997 أنشئ أول ريبورت مبرمج بالذكاء الاصطناعي، وهو يمكن كلكم سامعين به اللي فاز بلعبة الشطرنج. عام 2016 أول ريبورت يعمل في مجال المكتبات والمعلومات. هنا بعض النماذج لريبورتات يعمل في مجال المكتبات والمعلومات. أول ريبورت اسمه أروس، ثاني واحد ناو، ثالث ريبورت ليبي، رابع ريبورت توباو، الخامس بيبر.
هذن الريبورتات يعملن في مجالات متعددة في المكتبات، منها اللي استخراج الكتب اللي موجودة في المكان الخاطئ، يعني مكان الرف الخاطئ أو مثلا غير مفهرس أو غير مصنف. بعض الريبورتات تعمل كمحادثة بلغات متعددة. طبعا أكو فد يعني واحد من الريبورتات يعمل ب 19 لغة مختلفة، والبعض الآخر يعني يدل الباحثين على أماكن الكتاب أو عنوانه أو تصنيفه. قبل ما ندخل بالتشات جي بي تي، فكرة البحث اجت من بعض يعني صارت ادعاءات من تشات جي بي تي بأن تشات جي بي تي يفهرس وصفي موضوعي استنادي. فاجت هاي الفكرة من بعض الأبحاث اللي يعني كانت ملقية. تشات جي بي تي هو إصدار شركة أوبن أي آي، وهي شركة أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، مقرها في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015. أول إصدار لتشات جي بي تي تشات جي بي تي 1 اللي هو 2018، وال2 2019، وال3 2020، وال3.5 22، والتشات جي بي تي 4 23. طبعا تشات جي بي تي 3.5 و 4 هو غير مجاني. هنا عندنا بعض التجارب اللي قمناها. انشأنا تسجيله باستخدام تشات جي بي تي مقارنه بتسجيله مكتبه الكونغرس لعنوان غايتون وهول في علم وظائف الاعضاء الطبيه. طبعا العليمين، هاي العليمين اللي هي تسجيله شو اسمه تسجيله الببلوجرافيه باستخدام تشات جي بي تي، والعشمال اللي هي تسجيله الببلوغرافيه مال مكتبه الكونغرس. لاحظنا بعض الاختلافات اللي يعملها تشات جي بي تي، واللي هي الصفر ثلاثة صفارة والصفرين واحد والصفرين ثلاثة والصفرين خمسة تكون غير مضبوطة بالتشات جي بي تي. يعني التشات جي بي تي أول ما ينشئ لك التسجيلة يحط تاريخ اليوم اللي أنشئت، مو التاريخ السابق، مثل مقارنة بالمال مكتبة الكونغرس. يعني مكتبة الكونغرس عاملة البطاقة 2004، تشات جي بي تي 2024 اللي هي يوم التسجيل اللي أنا سويتها. وأكو بعض الاختلافات البسيطة في الفهرسة الوصفية، يعني مثلا اختلاف المؤلف بال 245 أو اختلاف بالتاج. يعني جاب لنا البطاقة على الـ AACR2 مو الـ RDA اللي هي 260 بمكان الـ 264. وأكو اختلاف بالـ 050 بالموضوعية اللي هو رقم التصنيف مكتبة الكونغرس، والـ 650 اللي هو موضوع الكتاب. فلاحظنا بعض الاختلافات. طبعا هاي هنا احنا اعطينا سؤال أريد منك تشات جي بي تي هذا العنوان حسب قواعد الـ RDA وقالب مارك 21، وأريد يعني لازم السؤال يكون صريح ودقيق مثل ما ذكرته دكتور نعيمة. إذا السؤال خاطئ راح يعطيك نتائج خاطئة بكل الأحوال. فلازم يعني الأوامر اللي تعطي هي مثلا تعطي الـ ISBN، تريد من عدة 050 لازم تذكر أريد منك حقل 050، وأريد منك الموضوع اللي هو 650. هو راح ينشئ لك حسب التعليمات اللي تعطيت هي خلال ثواني راح ينشئ لك بطاقة. التجربة الثانية هي نفس الشيء، هم بتسجيلة مارك العفو تسجيلة التشات جي بي تي ومكتبة الكونغرس، ولاحظنا هم بعض الأخطاء بال طبعا هو بالصفرين ثلاثة صفار أو صفرين واحد وصفرين ثلاثة وصفرين ثمانية، يعني فالتسعين بالمية هو ما يجيبها صحيح أبد. يعني ذني الأرقام شو اسمه النظام أبد ما يجيبها صحيح، لأن تدري من مكتبة لمكتبة تختلف، فهو ما يجيبها صحيح.
بس الوصفية تقريبا 80 أو 75% يجيبها صحيحة، الموضوعية 50% تجي صحيحة. يعني الصفر لو لاحظنا هنا بالتجربة الأولى الرقم ما التصنيف اللي هو كيوبي 34.5 هو هذا الرقم التصنيف الكونغرس جايبه صحيح، بس الرقم مال الأستاذ يعني الدكتور الأستاذ اللي المؤلف ما جايبه صحيح، الرومانة مالته والهذا. طبعا التجربة الثالثة اللي هي سويناها أخذنا عنوان ما موجود هنا، أكو ملاحظة طبعا العنوان إذا موجود بمكتبة يعني مكتبة مثل كونغرس أو غيرها من الأفضل نروح نستوردها بالزد 39، يعني ما أنصح تجيبوها بالتشات جي بي تي وهاي، لأن التشات جي بي تي هو راح يعني يبحث بالمعلومات المكتبات وهاي، يعني راح يجيب لكم إياها من المكتبات اللي هي موجودة مثل الكونغرس أو الـ OCLC أو غيرها من المكتبات. فأنا الأفضل يعني ما تجيبوا ما تشتغلون إذا عنوان موجود بأي مكتبة موجود، من الأفضل يعني تروح تستورده أو أنت تشتغله، يعني ما راح يجيبه بالمضبوط، راح يصير اختلافات هواية. أما إذا عنوان غير موجود، يعني مثلاً عندنا هنا عنوان اللي هي دراسات سلوك القص في العتبات العميقة الهجينة المتكونة من خرسانات المساحيق الفعالة وخرسانات الاعتيادية المقاومة، هاي رسالة جامعية ما موجودة يعني بالمكتبات وغير مفهرسة. فاحنا اعطينا سؤال للتشات جي بي تي اريد هذا وفق قواعد الار دي اي وفق شو اسمه قالب مارك 21، واريد من عندك ال 050 وال 650 الموضوع والرقم، واعطينا الملف بي دي اف، فهو اخذه حلله وظهر لنا هاي التسجيلة اللي هي باللون الاسود، قارناها ويا تسجيلة احنا مسويها بالمركز الفهرسة، طلعت فد 80% صحيحة الناشر وسنة النشر. طبعا هو ماكو بالرسالة سنة نشر، لان هي رسالة مرة واحدة ما راح تنشر الا اذا صارت كتاب او فشي، الجهة المانحة حتى الرقم قلت لكم الرقم مال تصنيف الطانية بس مال مؤلف الكتر ما يطي يعني صحيح مضبوط، فتقريبا فد 80-75% يعني صحيح البطاقة. هاي التسجيلة الرابعة أخذنا عنوان بالإنجليزي هماتين اطينا نفس السؤال وهاي هم جاب لنا، بس هنا عندي ملاحظة التشات جي بي تي إذا اطيته سؤال خطأ راح يعطيك سؤال خطأ، العفو جواب خطأ. إذا اطيته سؤال خطأ وبعدين اطيته سؤال صحيح راح يعطيك جواب خطأ، لأن راح يعتمد على المحادثة السابقة. إذا اطيته سؤال صحيح هنا واطيته بغير مكان، يعني مثلا بالجوجل مابس وبالجوجل الثاني، يعني جوجل أنت تفتح تطيه هنا السؤال وتطيه هنا سؤال راح تكون مختلفات ما تعطيك نفس الإجابة. فأكو مطور حاليا من مطورين كوها قاعد يعمل على نظام مع الذكاء الاصطناعي مغلق يعني فقط للمكتبات، والتجربة يريد يربطها بالكوها وضايف له OCR عربي، هذا راح يكون يفهرس ويصدر الكوها فقط كوها النظام كوها، بس لحد الان هو هم قاعد يشتغلون عليه يعني ما بعد لحد الان ما طالقي. وتقدون الاساتذه يعني انتم هماتين تسوون لوكر مغلق فقط يعني محلي مثل ما ذكر الدكتور نعيمه او دكتور سيف، لوكر محلي تقدون تغذوه انتم المعلومات اللي تريدوها اللي هو الار دي اي وقالب ماك 21 وبعض المعلومات
راح يكون فعال اكثر من الشات جي بي تي وغير التطبيقات الباقيه. طبعا هنا انا سالنا هنا انا الصفر 260 قلنا له شات جي بي تي هذا 260 قديم اي اي سي ار 2 احنا اعطينا الاحدث اللي هو 264 فقبل استجاب قال عذرا انا اخطات هنا أنا. شكرا على ملاحظتك على الملاحظه اليك سجلت ار دي اي تاج استخدام تاج 64 من بدل 60 هنا أنا. فالسؤال اذا اي واحد يجي يعطي معلومه خاطئه هل هو يستقبل اي معلومه ام معلومات معينه؟ يعني مثلا انا هسه من قلت له 260 هاي معلومه خاطئه او قديمه وطيت ال 64 اجى سوالي بطاقه عدل لي من ال 60 لل 64 مثلا اجت فجهه تقول له لا هذا غلط اريد ثاني هذا الصحيح هل الشات جي بي تي راح ياخذ هاي المعلومه على اساس انها صحيحه او خاطئه فاذا هي اخذها على انها صحيحه فهاي كارثه راح تصير واذا هي خاطئه هنا الشات جي بي تي اي معلومه ياخذها لازم مصدر موثوق الضيف يعني هذن الحقول هو من ضايفيهن ضايفيلهن الموقع مال مارك 21 ومال موقع الار دي اي فهذن الموقعين قويات وموثوقات فهو ما ياخذ من اي موقع او موقع يعني مستوى ناصي ياخذ من مواقع مستوى عاليه وموثوقه الا اذا اجى فد موقع عالي مستوى وحتى لو ما موثوق هو ياخذ منه بس هو يعتمد على المصدر انت اذا غذيته بمصادر ما راح ياخذ من اي مصدر ثاني طبعا ظهرت لي بعض النتائج ان ادوات الذكاء الاصطناعي لديها القدره على تبسيط جوانب عمليات الفهرسه الا انها ليست بديلا كاملا للمفهرسين البشريين ولهذا يمكن ان تكون السجلات التي انشاؤها بوساطه الادوات بمثابه نقاط بدايه يعني فقط هذا الخط انت هذا بدايته راح يسويك اياه وتتكمله فضلا عن ان غالبا ما تحتوي على تناقضات عند مقارنتها بالسجلات الاحترافيه تعود قدره الادوات الذكاء الاصطناعي على نسخ السجلات وانشائها الى فهمها القائم على التعليم الالي لمعايير الفهرسه والبيانات الوصفيه قدره ادوات الذكاء الاصطناعي على معالجه وتوليد السجلات بلغات متعدده طبعا هنا ساعد المكتبات اللي مثلا عندها كتب المانيه فرنسيه ويعني هذا شويه اكثر يعني اللي يشتغلون بهذا الاختصاص ما عندهم اللغات الكافيه يعني اما عربي او انجليزي ما عندهم لغه فرنسيه والمانيه وهاي السوالف فهنا راح يبسط لك لان هو بهاي اللغات يدعمها فراح يبسط لك اياها أظهرت أدوات الذكاء الصناعي قدرتها على توليد سجلات فهرسة بسرعة وبدقة معقولة مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين للفهرسة اليدوية أغلب المدخلات باللغة الإنجليزية تكون نتائجها دقيقة وبنسبة كبيرة على عكس عمليات البحث باللغة العربية يعني إحنا إذا طينا سألناه باللغة الإنجليزية راح يعطينا السؤال يعني العفو الجواب فد 80% صحيح بس اذا اعطيناه السؤال بالعربي راح يعطيك نسبه 30% صحيح التوصيات على الرغم من انشاء سجلات شبه مكتمله بواسطه ادوات الذكاء الاصطناعي لكن لا بد من مراعاه المراجعه والتعديلات على هذه السجلات لضمان تلبيتها لمتطلبات المكتبات الخاصه تقديم برامج تدريبية للمفهرسين حول كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من هذه التكنولوجيا العمل على تطوير تكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة المكتبات لزيادة فعالية عمليات الفهرسة وتقليل الحاجة إلى إدخال بيانات يدوية إجراء تقييمات دورية لأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الفهرسة
لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتقديم تحسينات مستمرة. هي وقتها في حال وجود التسجيل في إحدى المكتبات الموثوقة فلا داعي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بل استيرادها عن طريق Z39 اللي ذكرناها. إذا البطاقة موجودة بمكتبات عالمية وهاي ما يحتاج تسويها بالذكاء الاصطناعي، تقدر تسويها عن طريق Z39 يكون أفضل. أما في حالة عدم وجودها يمكن استخدام إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي مع مراعاة التدقيق الجيد. وشكرا لحسن الاستماع. شكرا جزيلا الباقر. شكرا جزيلا على الاتساب بالوقت، واشكر زملائي الباحثين على ما قدموه من معلومات قيمه حقيقه في موضوع حيوي جديد هو مفهوم الذكاء الاصطناعي. الان متروكه الساحه مع حضراتكم، اي واحد عنده استفسار يعطينا اسمه ولمن يوجه السؤال. رجاء دكتور علي، تفضل علي الحر. شوية صوت ورجال، وين الميكروفون إذا موجود؟ السلام عليكم. بالبداية أشكر جميع الباحثين وخصم الشكر لدكتورتنا القديرة دكتورة نعيمة. فيما يخص مسألة الذكاء الاصطناعي فيما تعقيب على كلام الأستاذ حسين، أول مسألة الذكاء الاصطناعي ينطينا إجابات دقيقة يعني إلى حد ما، هي أعتبرها الكلام مو دقيق. ليش؟ هو ما يعتمد المصادر الموثوقة، هو ما عنده القدرة على تمييز هذا المصدر موثوق أو غير موثوق، وإنما راح يشخص الموثوقية على كثرة استخدام الموقع نفسه. المواقع اللي عليها زيارات أكثر ChatGPT راح يصنفها هي أكثر موثوقية، يعني ما يصنف أظن هذا الموقع تابع لمنظمة معينة وهذا تابع الشخص معين، لا، الأكثر زيارات هو الموثوق عليه. أكو بعض المعلومات إذا استردناها، يعني نرجع نسأل أكثر من مرة نسأل ChatGPT، على الرغم من إحنا أول شيء راح ندربه، هل لك علم على سبيل المثال بالجانب الإحصائي، ما مدى معرفتك ببرنامج SPSS، ما مدى معرفتك بمسألة القياس والتقويم، راح تبدأ السئلة، هو راح يتدرب وياك هاي أول دقيقتين ثلاثة راح ندرب البرنامج صحيح، وراها من راح نسأله، بس مجرد ما نقول له هاي إجابة هل لديك إجابة أخرى، يقول لك نعم لدي إجابة أخرى. إجابتك حتى إذا كانت الإجابة دقيقة، أقول إجابتك مو دقيقة، أعتذر وهاك إجابة ثانية. ChatGPT مجرد أنا أعتبره كأنما شخص يمتلك معلومات، لا يقبل أن يعني شلون يقول أنا ما أعرف هذا الشيء، يفهم في كل شيء، فلهذا تكون عنده إجابات متباينة. ونفس الشغلة، ليش أصلا يقول فضلاً إجابة باللغة الإنجليزية تكون دقيقة، إجابة باللغة العربية تكون أقل دقة؟ ليش؟ الناس اللي متكلمين بهذا الموضوع باللغة العربية هم أقل من الناس المتكلمين باللغة الإنجليزية. وإلا يا أستاذ حسين لو كان يتبع المصادر الموثوقة كان يفترض بالذكاء الاصطناعي أن يترجم الكلام الموجود باللغة الإنجليزية ويحول لك إياه اللغة العربية ويعطيك إياه كريزولت كامل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور علي. بعد تفضل أستاذ. لا خلفك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الدكتور ضياء عبد اللطيف المرعي، مدير مركز المخطوطات والوثائق في ديوان الوقف السني. طبعا أتوجه بالشكر الجزيل إلى أمانة العتبة العباسية المقدسة التي عودتنا دائما على الاستضافة في مختلف أنشطتها العلمية والفنية والدينية. الحقيقة يعني أيضا أتوجه بالشكر إلى رئيس الجلسة والباحثين على ما قدموه من أوراق بحثية قيمة. ولست متخصصا في الذكاء الاصطناعي، لكن حقيقة يعني المحاضرة التي ألقتها الأستاذة الدكتورة نعيمة مشكورة، كانت مشوقة لأن أستمع بإنصات إلى هذه المحاضرة، لكن بنفس الوقت نحن أخذنا الجانب الإيجابي من خلال الانبهار بقضية الذكاء الاصطناعي وما توصل إليه العلم. لكن كما تعلمون أن الثورة التكنولوجية يعني دائما هي سلاح ذو حدين، يعني لا نقول أننا أهملنا الجانب الآخر، لكن أنا سؤالي إلى الدكتورة نعيمة، هل اتخذ المتخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي احترازات أو إجراءات احترازية لمعالجة
الأشياء التي ممكن أن تحصل مستقبلا من خلال قد نكون يعني هناك يكون إقصاء للعقل البشري، أو قد يتعرض المجتمع البشري للابتزاز، لانتحال الشخصيات. الآن بدأنا نشاهد صور تتحول إلى فيديو ناطق، وهذه حقيقة يعني مسألة بحد ذاتها تؤثر على المجتمع سلبا. فنحن علينا أيضا يعني كما انبهرنا بهذا العلم، علينا أيضا أن لا نهمل الجانب الآخر. أيضا في مجال البحث العلمي كما تفضل السيد رئيس الجلسة، يعني الآن من الممكن أي باحث أن يعني يكتب بحثا أو يقدم بحثا مكتوبا من خلال الذكاء الاصطناعي في دقائق. إضافة لأنه حضرت أكثر من مؤتمر بهذا الخصوص، يعني أسمع أن النسب مختلفة، هناك من يقول أن الذكاء الاصطناعي يعطي نتائج في قضية الاستدلال العلمي ما يعادل أنه مطابقة إلى 90%، وهذه حقيقة يعني. فأتمنى أن تكون هناك إجابات على قضية الإجراءات الاحترازية، وشكرا لسعة صدركم. شكرا جزيلا دكتور. بعدين نجاوب ممكن بعدين، لا بعدين نجاوب، خلي نسمع. تفضل. نعم شكرا جزيلا دكتور. الدكتور صالح السوداني، ممثل كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة، مدير شعبة المكتبة في أقسام النجف الأشرف. السؤال للدكتور حسين. دكتور ذكرت حضرتك أن هناك فارق إذا كان السؤال باللغة العربية أو الإنجليزية، فشنو السبب بالضبط؟ السؤال الثاني، في حال إذا كان جواب خطأ فهل يمكن التصحيح؟ السؤال الثاني شنو دكتور؟ إذا كان سألنا البرنامج جاوبنا والجواب كان خاطئ، هنا هل يمكن البشر يصحح؟ ممكن يصحح لو ما ممكن يصحح، بحيث شنو الغرض حتى من يصير السؤال يعاد مرة أخرى كون أنه يصير الجواب صحيح؟ نعم وشكرا جزيلا. نكتفي بالسؤالين وبعدين نكرر الإجابة. تفضل دكتور نعيم جاوبي وبعدين راح نعيد مرة ثانية. شكرا. الوقت لو كان لدينا وقت لكنت ناقشتك لساعات طوال. بالنسبة لسؤالك، هو كنتيجة لما ذكر الباحث الرائع حسين، تجربة رائعة جدا، لأنه اكتشف نقطة ضعفنا إحنا كبشر. إحنا كلنا الآن مستفيدين مهما نعمل. نقطة الضعف هذه إنه هنالك شيء اسمه نظرية الاحتمالات. عندما نقول 1+1=2، بالنسبة لشات جي بي تي قد يكون 0.75+1.25=2، 0.5+1.5=2. فكل هذه الاحتمالات هي صحيحة من منظورة، ما عجبك الأول أخذ الثاني، ما عجبك الثاني أخذ الثالث. يبقى من الذي يقدر أنه أي من هذه الإجابات هي صحيحة؟ أنت كمستفيد. ولذلك تحتاج الذكاء الاصطناعي إلى شيئين من عندنا. الأول هي عملية الفهم لما نريد أن نصل له، وعملية الفهم والإدراك ما هي النتيجة. لأنه لما أنا طلبت بالسؤال قلت له أعطيني تقرير ختامي، فكتبت له السؤال، وصدقوني لو كان أكو وقت وقريت التقرير باللغتين الإنجليزية والعربية ولا قالت له الفرنسي وغيره يعطيني، لوجدتم هنالك دقة بمفردات اللغة، ولو وجدتم هنالك شيء أعطانيه مرتب منظم بشكل صحيح. دعني أقول لك شيء، السؤال اللي أعطيته إياه تعتبر مدخلات، والجواب اللي هو أعطانيه يعتبر مدخلات، فالاثنين مدخلات. هذه نقطة. النقطة الثانية، أحيانا بالإنستغرام يقول حمل هذا البرنامج مجانا، تضع صورة أحد أفراد العائلة وتخليه يغني، تخليه يرقص، تخليه يقوم بكل الحركات، أنت تمزح، لكن أنت ما تعرف شو اللي عملته. أنت لما استخدمت البرنامج وطبقت على الصورة، النتيجة هذه راح تدخل كمدخلات، فأنت أعطيته وما حصلت عليه. هل هذا الشيء تتصور أنه اعتباطا أو بديهيا؟ لا،
لأن الشركات اللي دا تصرف ملايين مليارات الدولارات هي تقصد هذا الشيء، هي لا تقصدني أنا وأنت، ولكنها محلل نفسي ومتجسس وكل شيء، هي تريد أن تصل إلى نتائج، لكن أنا كيف أحمي نفسي؟ تعتمد على ثقافتي. لذلك أقول لك نحن ما نحتاجه هي الثقافة، لأننا نستخدم الذكاء الاصطناعي للمزحة، نستخدمه للتسلية، نستخدمه لقضاء الوقت. لو تشوف أبنائنا كم يقضون، ونحن كم نقضي من الوقت مع الذكاء الاصطناعي أكثر مما نقضيه في تربية أبنائنا اللي كانوا قبل أهلنا يربونا، لأنه نترك هذا الجهاز البسيط هو الذي يربي وهو الذي يوجه ويكتب ما يشاء. فلذلك يا أستاذ ليس هنالك صح وخطأ في مفهوم الذكاء الاصطناعي، وليس هنالك مخاطر أو عدم مخاطر، موجودة المخاطر، والمخاطر تكمن في درجة الحراجة اللي هي كيف نحن نستعد. ولذلك نحتاج إلى ثقافة الاستخدام، ونحتاج إلى حذر في كيفية السيطرة. أما أن تسيطر عليه أو تطلب ناس في أوروبا، إيش ماذا عملت ألمانيا؟ ماذا عملت بريطانيا؟ قالت تشات جي بي تي الأمريكي هذا دا يجسس علينا ويعرف كل خططنا، خلينا احنا نسوي تشات جي بي تي. ماذا عملت الصين؟ قالوا خلينا احنا نعمل تشات جي بي تي. فأصبح من يتجسس؟ التشات جي بي تي الصيني يتجسس على الإنجليزي، والإنجليزي على الألماني، والألماني، وبالتالي تطلع جرائم التجسس والذي يحصل الآن في العالم كله اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. فلذلك نحن مستفيدين طماعين في الاستخدام، وهم أذكياء في بث روح الاستخدام هذا فينا. نحتاج إلى ثقافة ونحتاج إلى فهم. شكرا وآسفة أيضا. شكرا طبعاً. دكتور تفضل أستاذ حسين جعفر. العفو دكتور علي. طبعا الدكتورة جاوبت، هو ماكو شيء اسمه خاطئ أو هاي بالفهرسة، هو راح يعطيك نتائج، بس هاي النتائج انت تقيمها حسب خبرتك بالفهرسه. يعني مثلا هاي النتائج انت قلنا احنا اخير شيء قلنا الشات جي بي تي يكون مساعد للمفهرسين وليس يكون بديل للمفهرس. يعني هو ما راح يعطيك الحقول كلها صحيحه، تبقى انت وخبرتك العمليه راح تميز هاي البطاقة اللي طاك إياها صح أم خطأ، تقدر تأخذ من عندها أو تقدر تتركها، هاي تبقى يم الخبرة المهنية. أما بالنسبة للفارق بين العربي والإنجليزي، طبعا هي الدكتورة هواي نوهت على أو بينت هاي، إحنا بالوطن العربي تشات جي بي تي يعني ما ماخذي له أهمية في دعمه بالمعلومات، يعني مو مثل الدول الأوروبية مثلا ألمانيا وأمريكا والصين وغيرها. احنا نقدر اذا ندعمه بالمعلومات، راح الدكتور علي الحور هماتين سألني هذا السؤال، احنا دكتور اذا يعني دعمناه بمعلومات العربي، مصادر عربية، أسئلة عربية، راح يعطيك أجوبة دقيقة، حاله حال الانجليزي، حاله حال الالماني، حاله حال الصيني، حاله حال اي لغه، لان هم داعمين بمعلومات، داعمين بمصادر، اسئله متكرره يسالوا، فاكيد يعطيك اجوبه دقيقه. وشكرا. شكرا جزيلا. اذا كان سؤال تفضل دكتور. شكرا جزيلا للسادة الباحثين، شكرا للأستاذ رئيس الجلسة. عندي سؤال سريع فقط أو مداخلة. ممكن تعريف حضرتك يعني للآخرين؟ أنا أعرف دكتور عباس القصاب من مملكة البحرين. يتهيأ لي الأوراق يعني جميلة جدا، وهي متسقة مع بعضها صراحة. يعني مثلا دكتورة نعيمة جاءت لنا بجي بي تي بالورود والطريقة الوردية أنه مفيدة في كل شيء. الدكتور سيف مع الأستاذ وليد جاءوا لنا بالجي بي تي الأخضر للمكتبات ومن دون أي حرج، والأستاذ حسين أتى لنا بالجي بي تي المهني والمشوب بالحذر.
فكانت متسقة. ولكن بالنسبة لأستاذتنا الدكتورة نعيمة، الجي بي تي مهما تكون فوائده، مهما تكون يكون جماله، لا نستغني عنه، ولكن له بعض المآخذ، وخصوصا فيما أنت تفضلت به. مثلا في حينما أتيت بالتقرير النهائي الذي وضعه جي بي تي، تراه تقريرا مقولبا بعيدا عن الحياة، عن الروح الإنسانية، عن التعبير الإنساني الطبيعي. هو يعطيك مجرد قالب جامد، هو صحيح مفيد، لكن بعيد عن اللمسات الإنسانية التي ينبغي أن تكون في إعداد هذه التقارير. مثلا أنا أعطيت الجي بي تي، طلبت إليه قصة قصيرة عن الطفل اليتيم، أتالي بقصة عن الطفل اليتيم، مسرحية عن الطفل اليتيم، أتالي بمسرحية عن الطفل اليتيم، لكنها لا تختلف في السياقين لغويا وبلاغيا عن الموجود. يعني ليس في تلك الروح، تلك المشاعر التي مثلا يستفيض بها هذا اليتيم بحيث نتعاطف معه. فلا بد أن نكون حذرين في التعامل مع الجي بي تي، وخصوصا ما قاله الدكتور صباح يعني مهم جدا وخطير بالنسبة إلى البحوث والدراسات العلمية. حينما يكون هناك انتحال وبصورة موسعة، يفقد الباحث الأصلي ثقته بنفسه أساسا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عباس، تفضل. العفو، بس توضيح، نموذج تشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي هو نموذج حديث أو موسع للماشين ليرنينج اللي هي التعليم الآلي. فكرة الماشين ليرنينج بدت باللغة الإنجليزية، فتعريف الأحرف للماشين ليرنينج بالبداية يكون باللغة الإنجليزية، فبعدين لما تريد تستخرج معلومات قد علمناها الآلة خلال 10 سنوات 15 سنة باللغة الإنجليزية، استخراجها باللغة العربية راح يواجه شغلتين. أول شغلة يجب أن يحول هذه اللغة إلى لغة ثانية، يعني يحتاج مترجم، المترجم راح يحول بعض المصطلحات. لذلك الشغلات اللي راح تشوفها عند بناء نموذج للذكاء الاصطناعي اللي هو مثلا اللوكل اللي هو يكون غير متصل بالإنترنت، راح تواجه أول مشكلة أنه جميع الأشياء اللي تغذيها إليه ما راح يستقبلها بالطريقة الصحيحة، لأن راح يتمر على 3 مراحل ترجمة. راح تترجم من العربية إلى الإنجليزية بالإدخال، وبعدين راح تطلع من الإنجليزية للعربية، فعندك 3 مكانات يعني تم ترجمتها. إذا وحدك كانت تحمل خطأ بسيط راح يكون ترجمتها غلط، لذلك وجد عدم الدقة في مسألة الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا، تفضلي. رنا غانم، المكتبة المركزية جامعة الموصل. دكتورة نعيمة، حضرتك ذكرتي قواعد البيانات، سؤالي هل أنه اختصاصي المعلومات أصبح لزاما عليه أن يعرف قواعد البيانات من ناحية طبيعة العمل، كيفية التنظيم؟ صح كإدارة وكصيانة تابعة لي نظم المعلومات، ولكن كطبيعة عمل وكتنظيم يعني هل أصبح عليه لزاما؟ من جاء هذا السؤال؟ أنا فهرسة، هو يعني قواعد البيانات بالإجراءات الفنية التامة يعني تدخل، ولكن أنا كفهرسة أنا أشون ما أعرف قواعد البيانات، وهي أبسط شيء. هسا إذا دا أجي أطبق قواعد الـ RDA، قواعد الـ RDA تعتمد على العلاقات بين قواعد البيانات، تعتمد أشون أطلع خصائص، أشون أظهر العلاقة ما بين قاعدة وقاعدة. زين أنا من أجي أشتغل على قواعد البيانات أش يقولوا لي؟ هذا ما شغلك. فهناك رأيين، هذا ما شغلك، وهناك لا، يقول اختصاصي المعلومات لازم يكون عنده على الأقل معرفة بقواعد البيانات من ناحية طبيعة عمل، ما لازم أنه صيانة وإدارة ولكن على الأقل طبيعة العمل وكيفية تنظيمه. فسؤالي هل لزاما على اختصاص المعلومات أن يكون لديه معرفة بقواعد البيانات؟ وشكرا جزيلا. رح أقول لزاما. لماذا؟ لأنه أنت تعيشين في عصر هذا. طيب لماذا آمنوا قسم الدوريات بأنه يشتركون بقواعد
الدوريات وهي تأتي مفهرسة ومصنفة ومرتبة وملخصة، ما يحتاجون بعد يسوون ملف إسناد عندهم في المكتبة للدوريات. يجب أن تعرفين كمستفيدة، وليس يعني إحنا نشوف الفكر اللي عندنا، إحنا نخلط ما بين أن نصمم القاعدة لمرة واحدة من قبل شخص متخصص في التصميم، لكن هذا ما يصمم إذا مو أنت شو اللي ترديه. ولذلك قد شوية أختلف مع حسين، شوية أختلف شو يعني، هل Library of Congress 100% هي صح؟ ألا تخطأ؟ فلماذا أنا أقارن ما أقوم أنا به؟ لا، خليني أنا مكتبية، أنا أحب تسمية المكتبيين، أنا مكتبية، خليني أصف لحسين بالضبط ماذا أريد. عندي قطعة أرض مساحتها كذا، أريد أبني فيها 3 غرف تحت، أريد تفصيلها بكذا، أنطيه كل التفاصيل المهمة. أنت عليك تسوي لي الديكوريشن الصح حتى أعطيه إياه لمهندس يبني. فأنت مهندسة بناء، لكن المصمم راح يكون شخص يضع لك الخريطة، فكيف أنت المهندسة تبني وما عندك فكرة بكيفية البناء؟ عملية البناء ترى الفهرسة والتصنيف والتحليل، خلينا ننظر النفس نظرة أكبر مما ننظر إلها بس مجرد نمسك ورقة وقلم ونقرأ قائمة المحتويات ونعمل فهرسة وتصنيف. نتعلم نعم، نفهم نعم، لكي لا نكون أغراب على، وبالتالي لما يصير أخطاء أنت تقولي له للمصمم ما فهمت إيش أريد، وهو يقول لك ما فهمت إيش تردين. فهذا الجدل هو نتيجة عدم التعاون وعدم العمل بموجب مبدأ فرق العمل. لو تكاملتي بالتعاون سيكون نظام راعي، وأنت لزاما تعرفين وهو لزاما يستجيب لك. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرس جواد سامح حميد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البحث والتطوير. سابقاً أدرت مشروع المكتبة الافتراضية اللي حضراتكم تعرفوا، تعقيباً على الأساتذة والأوراق الجميلة اللي استمتعت بها، يعني أنا كاختصاص يعني هندسة ذكاء اصطناعي، الأستاذ حسين وأيضاً الدكتور. موضوع الشات جي بي تي، أولاً الشات جي بي تي هو ولد على مجموعة من الخوارزميات اللي تستسقي المعلومات. سابقاً الشات جي بي تي يوصل مقدار إجابته تتوقف على مقدار البيانات اللي هو يقدر يوصلها، يعني قواعد البيانات أقصد بها دور النشر مثلا بالنسبة للبحوث العلمية، المواقع العلمية اللي يقدر يوصلها، راح يجيبها، خلينا نقول ما راح يجيبها كوبي بيست من المواقع، ودليل أنا من أسوي لها استلال إلكتروني راح تطلع صفر من المواقع الإلكترونية بإعادة صياغته، لكن ما مدى دقتها أنا أقول لكم مو دقيقة 100% تجي بيها. السبب وين؟ السبب شوي راح أحكي برمجيا. سابقا حاليا يعني ما مطبق لغاية الآن، إنه كان التعلم نسميه إحنا مجال الحاسبات تعلم تحت الإشراف supervised learning، إنه أنا هاي البيانات راح أجمعها وأرتبها وأنطيها للمستخدم. لكن الآن أكو قفزة كبيرة جداً جاي يصير بالشات جي بي تي، بالذكاء الاصطناعي بشكل عام وبالأحد أدواته اللي هو شات جي بي تي، بدأ مفهوم آخر اسمه سيلف سوبرفايزد، التعليم الذاتي. التعليم الذاتي، التعليم الذاتي حالياً العالم الرقمي مليان بيانات، لكن إحنا نسميها بعالم الحاسوب إنه هي بيانات غير معلمة، يعني ما مفهومه. يعني مثلا من اقول هذه شجره بس شكلها قدامي بدون كلمه شجره، الشات جي بي تي ما يعرف شجره شنو هذه. حاليا بالسيلف سوبرفايزد راح يحللها ويقدر يقول هذه شجره للفلاني. فاني اتوقع، وطبعا اكو دراسات عميقه بهذا الموضوع واكو نجاحات قدمت بالسيلف سوبرفايزد واستخدم في مجالات الطب ايضا وهذا الموضوع. اتوقع شات جي بي تي راح توصل نسب عاليه من الدقه، والسبب يكمن في شيء واحد ذكرها الدكتور، انه الاجابات تكون ما بها روح انسانيه. انا اتفق وياه، لان اللي انتجته اله،
لكن عندما يطبق سيلف سوبرفايزد راح نلقى هاي الانسانيه اللي تحدث بها الدكتور لان بدا يفكر. هذا اللي انا حبيت اضيفه. شكرا جزيلا. ناخذ فقط سؤالين لان الوقت ازف يعني من الاخوات. تفضلي. شكرا جزيلا. بالحقيقة أنا لست متخصصة في المكتبات والمعلومات ولكني متخصصة في علم النفس والتعليم. يشرفني أن أحضر هكذا مؤتمر. نحن نعاني الآن من ما أريد أقول كل الناس لديها أمية في مجال التكنولوجيا، لكن حتى نواكب هذا التطور في كافة المجالات، مجالات الحياة واللي جاي تدخل بالمكتبات وهي أساس أو مفاتيح وأبواب للعلم والمعرفة، فيجب علينا وأتمنى أن تكون أحد التوصيات في نهاية المؤتمر أن نوصي بأن يكون هناك مثلما في الدول الأجنبية أن نبدأ بتعليم الصغار منذ مراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة وصولا إلى المراحل الجامعية، برامج تعتمد على تكنولوجيا المعلومات حتى من يتخرج خريجنا سواء كان في علم النفس أو في المكتبات والمعلومات لا يتساءل هذا السؤال ويقول هل على المكتبي أو هل على التدريسي أن يكون ملماً بأمور تكنولوجيا المعلومات. وأعتقد يعني وزارة التعليم العالي الآن أجبرت كافة التدريسيين بكافة التخصصات أن يدخلوا دورات لي في طرائق التدريس المدمج، يعني أدخلت التكنولوجيا في التعليم وبرامجي. ويمكن دكتور عدي موجود، هو مسؤول عن هذه الأمور في جامعة البصرة، يعلموهم برامجيات كيف يتعامل، كيف ينفذون مقرر دراسي الإلكتروني، كيف يدخلون الطرائق التدريس الإلكترونية. فيعني احنا لدينا أمية في بعض جوانب المعرفة وهي المعرفة التكنولوجية. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة. في سؤال آخر أخير، تفضل دكتور علي. دكتور خلود إن شاء الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا سيد رئيس الجلسة، محاضرين، أستاذتي الفاضلة دكتورة نعيمة. أنا ليست سؤال لدي، فقط أكو توصية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول إدخال مفردة الذكاء الاصطناعي في كافة المفردات الدراسية. دكتورتنا الفاضلة، هنا القصد بالمفردة من أريد أضيفها على منهج دراسي، أين يكون مكانه؟ هي تدخل في كل المواد، تدخل في كل المناهج، لكن كيف أستطيع أن أوظفها في منهج معين أو في؟ نأخذ سؤال أخير وجاوبي. تمام دكتور علي. نعم. شكرا. تفضلي دكتور خلود، سؤال أخير رجاء. السلام عليكم. أنا الأستاذ الدكتور خلود علي عريبي من الجامعة المستنصرية قسم المعلومات. أتشرف بوجودي بهذا المؤتمر الكريم. بالحقيقة هو مو سؤال، هو دعوة، أنه أشد على أيديكم أنه دعوة لاختصاصنا للتغيير، لأن بكرة أو بعد بكرة رح نجد أنه أستاذ ذكي أو أستاذ شات جي بي تي موجود ويانا بمكان موظفينه، لأن العرضة الأستاذ حسين إنه المقارنة دخل في صلب الاختصاص. ممكن هو يشتغل بالإعارة، ممكن يشتغل مناول، ممكن يشتغل بجوانب خلينا نقول الأعمال الروتينية، لكن من دخل صلب الاختصاص صارت العملية هنا خطورة. هنا رح يبدي هنا طبعا البشر هم عندهم أخطاء كثيرة بالعمل، بالإضافة إلى وقت مستقطع، الوقت المستنزف. يعني أنا حاليا جالسة بالجلسة فكرت أنه أسوي كيفية إدارة الوقت
في الفهرس أو التصنيف بين الـ 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 البشر وبين هذا البرنامج، أكيد راح يتفوق عليه. يعني نقول إذا تطلع البطاقة أو تطلع لكل كتاب تطلع نسبة خطأ 80% جدا مقبولة، صح لولا؟ فمن من مباركم الآن يا ريت لو تكون توصية إنه دعوة للتغيير الشامل للمهارات، مقعدك ومكانك بالمكتبتك لازم يتغير، لازم تفكر. فالست هنا الفاضلة قالت إنه قواعد بيانات، طبعا قواعد بيانات، قواعد بيانات حولتني من جانب إلى جانب آخر. أكيد أكيد إنه بس راح تصادف طبعا مشكلة الملكية الفكرية، وهاي إن شاء الله نتحدث عليها غير وقت، وعلاقة الجي بي تي بي شلون يكون. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة. تفضل يا دكتورة. العفو. احنا يعني كثير اهتمينا بالتشات جي بي تي. مثل جوجل عنده يعني محرك للبحث، ياهو عنده محرك للبحث، الذكاء الاصطناعي عنده محرك للبحث اسمه جي بي تي. فاحنا ليش ماسكين الروبوت الجي بي تي وكأنما هو عصا التطور وعصا الحضارة وهو اللي يخوفنا ويعطينا صح أو يعطينا خطأ؟ لا، أكو قواعد بيانات وأكو ناس وراء قواعد البيانات. أما بالنسبة إن إحنا لو دخلنا الذكاء الاصطناعي، أنا بس اللي أخشى إنه ندخل مسميات بدون أهداف، هذا هو هي المخاطرة. هذه الصورة تذكرني في حالة واحدة، كنا في الأندرغراوند في بكين وكنا نريد ننتقل من مكان إلى مكان، فردنا نسأل، قال لا تسألون، روح للمشين تطلع لكم الخريطة مالت بكين وانطقروا أنتوا راح تطلع أنتوا وين، بس خلوا نقطة وين تردون ترحون. وفعلا إحنا لازم قبل ما نروح للأندرغراوند نعرف الخريطة ونعرف الولاية وين صايرة حتى لا نوقف ندور عليها، وهم مثل الدود بالثواني يندلوها. فجلسنا نتعلم الخريطة بالضبط وين الأماكن اللي نروح لها، عارف كيف؟ لما رحنا نقرنا على النقطة قال ادفعوا هالقد مبلغ وامشوا على الخط الأحمر، لما نظرنا بالأرض أكو أحمر وأخضر وأزرق وكذا، وظلينا نمشي على الخط الأحمر نصعد وننزل ونروح إلى أن آخر شيء توقفنا، قال بعد دقيقة يأتي القطار، صعدنا بالقطار كأنما نحن لا نعرف بالضبط من وين اجينا من وين رحنا، انطانا خريطة بسيطة. نحن نحتاج في الذكاء الاصطناعي إذا دخل هو أن نعرف ما هي الاستعدادات للثقافة، وخصوصا من التخوف من الذكاء الاصطناعي. سبقا كان هنالك مقررات جرائم الكمبيوتر، احنا ما نسميها جرائم لأنه أكو واحد من عندكم يقدر بهذه القاعة يقعد مرتاح وجهاز الموبايل مو بجيبه؟ في حد من عندكم؟ ما تقدرون. لو نسيتوا جهاز الموبايل نسيتوا كأنما اتصالكم بالعالم. طيب ما هي الصلة؟ عن هذا السؤال سألت بين، نحتاج إلى ثقافة كيف نتجنب كثير من الأمور في الحياة المهنية والاجتماعية والثقافية، لأن احنا نريد نخرج ناس يستخدمون صح، ما يتخرج ناس يقعد يستخدم التطبيق وما يعرف انه هو دفع شيء يروح، وبالتالي يصير عملية الابتزاز لهذا الشيء، انه صورتك وانت تغني صورتك وانت ترقص تعطيني ولا ما تعطيني، وهو يطلع هو نفس الشخص عاملها. فنحتاج إلى هذه الثقافة يا دكتور، لكن أن نتخوف من الشات جي بي تي وإحنا نستخدمه يومياً ما نقدر نستغني عنه، وإحنا جالسين في المقهى في كل مكان في أعز الأوقات شات جي بي تي بيدينا، فهو محرك ليس أكثر من هذا. شكراً جزيلاً وبارك الله بكم وسامحونا يعني الوقت. شكراً جزيلاً دكتورة، شكراً جزيلاً دكتور سيف، دكتور أستاذ وليد، أستاذ حسين على بحوثكم القيمة، شكراً جزيلاً لحضوركم ومناقشاتكم أعزائي الحضور، ودلالة على قيمة الموضوع وأهميته. أنا هو هناك أنا واثق هناك التساؤلات كثيرة، ولكن هذا ما يسمح به الوقت، 9 مساءلات حصلت في الجلسة هذه، فهذا دليل أنه الموضوع جدا مهم وهو فعلا من الموضوعات المهمة. أقول قول أخير أنه مهما كانت التكنولوجيا من تطور ومن تقدم يبقى العقل البشري هو الأول، يبقى العقل البشري، لأن الجهاز الكمبيوتر يعطي بمقدار ما يأخذ، يعطي بمقدار ما يأخذ، تعطي صحيح يعطيك صحيح، تعطي غلط يعطيك غلط، فيبقى الإنسان هو
من خلق الله، هو المفكر، هو المبدع، وجهاز الكمبيوتر أو التقنية الحديثة هي ما هي ما ترديد لصدى ما يريده الإنسان. نسأل الله التوفيق للجميع، ونبدأ بتوزيع الشهادات. دكتور صباح، هنالك نقطة مهمة جدا. عندما بدأت حضارة البشر، بدأت عندما الإنسان ظهر، كلمة الألسنة عندما ظهر. شو معنى الإنسان؟ ليش اختلف عن الإنسان القديم وكل شيء؟ لأنه لديه مشاعر. لا يمكن لجهاز أن حتى لو غذيته صباحا ومساء بالمشاعر، لا يمكن أن يكون. سئل الروبوت في الصين: مات أبوك؟ قال: كيف؟ متى؟ بدأ هو يسأل كيف؟ ما عنده مشاعر، ما عنده مشاعر. فسأل: هل تبكي عليه؟ قال: لا أعرف. فنحن يعني مجردين من المشاعر، إحنا بشر، إحنا أصحابها. وشكرا لكم. شكرا.